بكل خير، نحييكم من ميدان المرموم، وفي ثامن ايام هذا المهرجان ننطلق لمسافة 8 كيلومترات، وشوطنا الثاني الخاص ايضا بالجعدان الثنايا ننطلق مع هجني اصحاب السمو الشيوخ بعدما شاهدنا اول الاشواط الذي ظفرت به الشاهينية وهدة الناموس لهجن الرياسة، والى المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري اعلنت هذه الانطلاقة، ومباشرة نسير الى مقدمة الشوط والى المركز الاول شاهين من هجن العاصفة يضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثاني شاهين لهجن الرياسة وبقيادة ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الثاني، النقلة مباشرة مع شاهين في ثالث المراكز، ليتواجد ايضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير والتدريب، بينما المركز الرابع يتواجد شعاري هجن الشحانية ليقدم لنا الفارس وفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري في التضمير والتدريب على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، ياتي في هملول لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن يمي اللهيبي من يقدم لنا هملول، وصل شاهين خذ المركز السادس من هجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، المركز ايضا هناك السابع في هذه اللحظات يتقدم شاهين لهجن الرياسة وبتواجد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري خذ المركز السابع، المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد مذهل لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان وعامر بن محمد بن عبيد المزروعي في تضميره، هناك الوصول الجديد من شاهين لهجن الرياسة يتواجد حارب بن مغير بن سالم العميمي بو سلطان يقدم لنا شاهين في هذه الانطلاقة، بينما المركز العاشر وصل شاهين وتقدم لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميره وتدريبه. هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نسير إلى مقدمة الشوط، نسير إلى المركز الأول والمقدمة الأولى هناك من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذا التحدي الكبير، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة والمنافسة، هناك شاهين في الصدارة في المركز الأول، يتقدم هناك مشاهدين الأعزاء بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي هو من يقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، باندفاعة شاهين على المركز الأول على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هناك شاهين يأتي بشعار هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري صاحب أول أشواط هذا الصباح بثلاثية رائعة وبالشعار الحمر، المركز الثالث وصل في شاهين لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف ويقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الرابع القادم الفارس في هذه اللحظات لهجن الشحانية يتقدم فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري ويقدم لنا الفارس على المركز الرابع، هذه الاربع المراكز الاولى، بينما ننتقل بكم مباشرة مع الكادر الثاني ومع قناة دبي ريسينج وقناة ياسر الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام على أرضية ميدان المرموم، هذه الاربع المراكز الاولى، بينما المركز الخامس القادم شاهين لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير والتدريب، وصل هملول في سادس المراكز لهجن الرياسة بقيادة ظافر المضمرين علي بن يمي اللهيبي، والمركز السابع وصل شاهين ايضا يتقدم بشعار هجن الرياسة وبقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، القدوم الاخر من شاهين لهجن الرياسة يقود حارب بن مغير بن سالم العميمي، والدخول الاخر هناك مشاهدين الاعزاء القادم شديد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي في تضميره وتدريبه، مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسه، وهناك ايضا يتقدم شاهين لهجن الرياسه
ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا ندانا الثاني، ومن هنا نتحول إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول. هذا شاهين اللي في الصدارة، حد شاف شاهين اللي هناك راح إلى منتصف المسافة بأداء متميز وجميل. هجن العاصفة وغياث الهلالي ما شاء الله، توقيته مميز في الأربعة كيلو، يقدم انطلاقة مميزة ورائعة. بينما المركز الثاني هناك أيضا في ثاني المراكز مشاهدين الأعزاء شاهين لهجن الرياسة، يتواجد هناك محمد العتيق بن زيتون المهيري الفارس في المركز الثالث لهجن الشحانية، وأيضا فاران يتقدم هناك، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري. المركز الرابع هناك الوصول، وايضا التقدم في الوصول هناك ايضا ياتي في هذه الانطلاقة على المركز الرابع، ايضا يتقدم شاهين لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وصلت هجن العاصفة تعزز ايضا الموقف من خلال تواجد شاهين. نعود يا ابو سلطان الى المقدمة، نعود اللي انفرد في الصدارة، اللي انفرد في الصدارة وراح بكل اريح حي شاهين. هجن العاصفة، هجن العاصفة ايضا ياتي ايضا حاملا للرقم ثلاثة، يتقدم هناك في الصدارة في المركز الاول شاهين لهجن العاصفة. غياث الهلالي يتقدم في الصدارة في المركز الاول، هناك شاهين في المركز الثاني، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ايضا يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الفارس من هجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري في التضمير والتدريب. الوصول على المركز الرابع شاهين لهجن العاصفة، غياث الهلالي، بينما شاهين في المركز الخامس لهجن الرياسة مع بن زيتون، وسادسا هملول لهجن الرياسة مع بن يميل. وصل شاهين ايضا لهجن الرياسة مع بن زيتون، ويتقدم شاهين اخر لهجن الرياسة بقيادة ابو سلطان حارب بن مغير بن سالم العميمي، ووصول من شاهين آخر لهجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري. هذه النتيجة ما شاء الله، انفراد قوي، وأيضا بدأ يبعد شاهين، خذل مسافة كافية أيضا من الانطلاق، من الاندفاع، من أيضا الأداء التلقائي. هناك في الصدارة في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا سلام، هناك خذنا بالمركز الأول بالتصوير الجوي يا مخرجنا، هذا المركز الثاني، ولكن المركز الأول هذا شاهين، شاهين على الصدارة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. هجن العاصفة، هجن العاصفة تتقدم بقيادة غياث، غياث الهلالي بدأ أيضا ياخذ مسافة كافية في الانطلاق، وخذ أيضا مسافة بدون أي منافسة. انطلق شاهين في الصدارة الأولى، الأداء تلقائي، الانطلاق تلقائي، خلاص راح شاهين إلى المقدمة، إلى الكاميرا الأولى، إلى الكادر الأول. هجن العاصفة وغيات الهلالي مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق بالمركز الأول الفارس اللي بدأ أيضا ياتي في ثاني المراكز لهجن الشحانية، وفاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يقدم، بينما المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة، المجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع هجن العاصفة القادمة هناك أيضا مع شاهين في رابع المراكز، يتقدم مشاهدين الأعزاء غياث الهلالي أيضا، ويأتي في هذه الانطلاقة المميزة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك شاهين، هناك شاهين يتقدم ما شاء الله، ولكن هنا ايضا 200 متر ما يقارب المسافة الفرق بينه وبين الثاني، ولكن هجن الرياسة وهجن الشحانية قادمة للمنافسة، قادمة للمنافسة، ولكن شاهين يسير، يبدأ ايضا يفتتح بوابة الالف والمئتين. هناك مشاهدين الاعزاء حينما يصل بهذا الاندفاع التلقائي، بهذا الاداء،
المتميز. هناك شاهين في الصدارة في المركز الأول، هجن العاصفة، هجن العاصفة في الصدارة في الانفراد. المركز الثاني الفارس يتقدم لهجن الشحانية، هناك يسير ايضا من خلال هذا الانطلاق وفاران بن محمد بن حمد بن قريع يتقدم. الكيلومتر الاخير وصلت الشحانية، وبن زيتون بالمرصاد يتقدم من خلال تواجد الشعار الاحمر. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، شاهين بدأ ايضا باستراحة المحارب ولكن عاد بالمرباع مرة اخرى. ما شاء الله تبارك الله، الله 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 يا شاهين، يا شاهين على الصدارة على المركز الأول على المقدمة. بدأ يباعد، بدأ ينطلق، بدأ أيضا يأتي بالناموس هنا لأيضا هجن العاصفة. الله، الستمائة متر الأخيرة بدأ أيضا يباعد هذه المسافة، شوفوا أيضا من خلال النقل الجوي عبر قناة دبي ريسنج. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هنا قام راس وبينهي الشوط راس. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم مالك امبراطورية العاصفة. تهانينا لغياث الهلالي المضمر الذي ايضا انطلق مع شاهين بهذا الاداء المتميز والانفراد الكلي في اول اشواط الجعدان الثنايا. هنا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام بانفراد كلي وجميل حينما يتقدم هذا الاسم وياتي بشعار هجن العاصفة. تهانينا والناموس لحظات الوصول امام المقصورة الرئيسية ومنطقة الثيل ليعلن هذا الفوز وبانه بطلا لهذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، مشكور يا غياث باسم الجمهور. لحظات الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الثاني وصل شاهين في ثاني المراكز او الفارس لهجن الشحانية. المركز الثالث شاهين لهجن الرياسة. المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة. المركز الخامس هملول لهجن الرياسة. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام نشوف التوقيت الزمني، نشوف التوقيت الزمني. هذا ايضا التوقيت المميز. العام الماضي على ما اعتقد كان عتيم لهجن الشحانية بقيادة الذهبي، هذا العام تغير مع ايضا هجن العاصفة. وتوقيت الزمني من خلال تواجد 12 دقيقة 34 و6 اجزاء من الثانية، توقيت حمل اشارة ممتاز ما شاء الله وتبارك الله. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذا الفوز. المركز الثاني هناك من وصل في ثاني المراكز، الفارس ب 12 دقيقة 41 ثانية و3 اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث شاهين لهجن ايضا الرياسة ب 12 دقيقة 41 ثانية و6 اجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري.